من قال في هذا الشهر لا إله إلا الله 1000 مرة في بقية الأشهر، يعني الآن إذا واحد يقول لا إله إلا الله كما ورد في بعض الروايات تغرس له شجرة في الجنة، ولكن في شهر رجب إذا واحد يقول لا إله إلا الله 1000 مرة عمل جدا بسيط، وربما 1000 مرة لا إله إلا الله ما يستغرق 20 دقيقة. الظاهر إذا واحد يقول لا إله إلا الله 1000 مرة المدة اللي يستغرقها هذا العمل أقل من 20 دقيقة، وربما تكون 15 دقيقة. هذا العمل البسيط جدا إذا واحد فعله في شهر رجب ما هو الثواب الذي يعطيه الله تعالى له؟ في الحديث الشريف، وهذا الثواب مضمون على الله تعالى طبقا للأحاديث الصحيحة أو الموثقة، روايات من بلغ التي يفتي بها الفقهاء ويعمل بمضمونها الفقهاء، هذا الثواب الذي نقوله مضمون على الله تعالى. من قال لا إله إلا الله 1000 مرة كتب الله له 100,000 حسنة، ليست حسنة واحدة، الحسنة الواحدة التي يبخل بها الإنسان على أبيه في يوم القيامة، وعلى أمه، وعلى أقرب الناس إليه، لأنه هو محتاج إلى هذه الحسنة، ما يتمكن يعطيها لشخص آخر. الله يعطيه 100,000 حسنة وبنى له 100 مدينة في الجنة. 100,000 حسنة و100 مدينة.